دكتور عبد العزيز قراقي، أريد منك دكتور أن تقربنا من أكثر المضامين غرابة، إن لم نقل أكثرها افتراء على المغرب واستفزازا للمغاربة، في بلاغ منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر قبل أيام، وتحديدا في 18 من شهر دجنبر الجاري. هو لابد من القول بأنه ليس هذه أول مرة يكون في هذا النوع من التحامل على المغرب وعلى وحدته وعلى مكتسباته. يعني من يطلع على تقارير هذه المنظمة، خاصة التقرير الأخير، يظن بأن المغرب فيه خرق لحقوق الإنسان وفيه مشاكل لا تعد ولا تحصى مرتبطة بحقوق الإنسان، ونحن نعلم بأن المغرب قطع مسارات متعددة على هذا المستوى، وأنه هيئة الإنصاف والمصالحة التي يعترف بها اليوم على مستوى الأمم المتحدة كتجربة فريدة أو من التجارب الفريدة والنادرة فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، ناهيك عن الدستور المغربي الذي خصص بابا لحقوق الإنسان ووضع قطيعة مع ما كان يوجد في الماضي، والتصالح الذي حدث في المغرب وانتشار حقوق الإنسان على مستويات متعددة، كل هذه الأشياء لا تظهر. و ما تتوقف عنده منظمة هيومن رايتس ووتش كعادتها، تتوقف عند أمور لا تعتبر بمثابة خرق لحقوق الإنسان. فنحن نعلم أنه في كل دول العالم قد تحدث حالات فردية يكون فيها نوع من التجاوز لأفراد يعني يقومون بأمور خارج نطاق القانون، وهذه الأمور يحرمها القانون ويجرمها القانون ويعاقب عليها القانون حتى في المغرب في كل دول العالم. ولكن هذا لا يقلل ولا يعني إطلاق المجهودات الكبرى التي يقام بها في حكمه. فكل هذه الأشياء لا تظهر، ويتضح أنه من خلال تقرير هيومن رايتس ووتش بالأخص أن هناك نوع ما طعن في أمور تعتبر ذات أهمية كبرى بالنسبة للمغرب وللمغاربة جميعا، ويعني نوع ما يظهر من خلال هذا التقرير أنه تغيب عنه الموضوعية.